بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في الحلقة السابقة توقفنا عند استنباط الأحكام من الآيات، من قوله تعالى ويستفتونك في النساء إلى قوله تعالى وكان الله واسعا حكيما. فيؤخذ من هذه الآيات إضافة إلى ما سبق في الحلقة الماضية تعظيم حقوق المستضعفين من النساء والصبيان، ومن لا ناصر لهم إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يستغل ضعفهم وضعف جانبهم للحيف والجور عليهم، فإن الله نصيرهم سبحانه وتعالى. قال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن فهو الذي تولى الفتوى في النساء. فهذا دليل على أن الله جل وعلا ينتصر للمظلومين. ويؤخذ منها منزلة المرأة في الإسلام، فإن الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقها اللائقة بها، وجعلها أما مكرمة وأختا وزوجة وقريبة، لها كرامتها ولها حقها، بخلاف ما كانت عليه في الجاهلية من إهانتها وأنها من سقط المتاع وأنها لا رأي لها، حتى إنهم كانوا يكرهون البنات ويدفنونهن وهن حيات يمتن تحت التراب وهي الموؤودة، ولا يورثونهن من أقاربهن ولا يعدلون بين الزوجات، وكان الرجل يتزوج العدد الكبير من النساء ولا يعدل. الإسلام قصر الرجال على أربع وأمر بالعدل بينهن وإعطائهن حقوقهن، وأن من لا يقدر على العدل بينهن فإنه يقتصر على واحدة ولا يعدد. فهذا من إنصاف المرأة في الإسلام وحمايتها. أمر باحترامها وحجابها وعفتها وصيانتها، كل هذا من إكرام المرأة في الإسلام، وأنها جوهرة ثمينة ليست مبتذلة، لا تحتجب ولا تستحي ولا تستعف، وإنما تكون ألعوبة بيد الفساق وأصحاب الشهوات، فهي لا ترى إلا لزوجها أو محارمها، ولا تظهر أمام من لا يحل له النظر إليها، لا تبرز، وإنما تكون محجبة. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. دل على أن الحجاب فيه سلامة من الأذى، من أذى الفساق وتعرضهم للعفيفات، وهذا هو ما يحصل من السافرات الآن، أن ذئاب البشر يتعرضون لهن ويغازلونهن ويسيئون إليهن بالقول والفعل حتى يفترسوهن. ولو كن محجبات صينات عفيفات لما طمع فيهن الفساق وعرفوا أنهن كريمات فلا يتعرضون لهن. ويؤخذ من هذه الآيات المحافظة على حقوق
على حقوق الضعفاء من النساء ومن الأيتام فلا تنتهك نظرا لضعفهم أو ضعف جانبهم أو عدم وجود من يدافع عنهم. وكذلك كل ضعيف فإنه يجب أن ينصف وأن يعطى حقه، حتى من العمال الذين الآن يستخدمون في الحرف والأعمال، فإنه لا يجوز لأصحاب الأعمال أن يظلموهم فيمنعوا رواتبهم أو يبخسوها أو يتعسفون في حقهم، فإن كل ضعيف يجب أن يناصر وأن ينصف. يؤخذ من هذه الآيات لطف الله بعباده، وأنه لا يضيع لديه شيء من أعمالهم، لا يضيع، لأنه سبحانه بكل شيء عليم، وهو واسع حكيم، وهو غفور رحيم. فيجب على المسلم أن يحسن العمل وأن يتوب من السيئات والزلل وأن يصفي حساب نفسه حتى يخرج من هذه الدنيا سليما من الذنوب والآثام. يؤخذ منها مشروعية الصلح بين الزوجين إذا حصل من أحدهما نفرة عن الآخر، فإنهما يسويان هذا النزاع بينهما بالصلح فيما بينهما، بأن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها من أجل أن تبقى مع زوجها، أو يتنازل الرجل عن بعض حقوقه من أجل أن تبقى في معه المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك المؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. والله جل وعلا يقول: فإن كرهتموهن وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلا يستعجل الزوج إذا حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم، لا يستعجل بالطلاق. وكذلك الزوجة إذا حصل من زوجها سوء تفاهم معها لا تستعجل بطلب الفراق. يؤخذ من هذه الآيات حرص الإسلام على بقاء العشرة بين الزوجين ولو بالتنازل عن بعض الحقوق الزوجية، فإنه مهما أمكن بقاء الزوجية والعشرة ولو بالتنازل من أحد الطرفين للآخر عن بعض حقوقه فإن ذلك مشروع ومرغب فيه، لأن الطلاق فيه مساوي وفيه شر، تشتيت الأسرة، فيه ضياع الأولاد، فيه تأيم الزوجين، فيه محاذير، فبقاء العشرة فيها خير كثير. ولذلك يحافظ عليها الإسلام بين الزوجين مهما أمكن. يؤخذ من هذه الآيات فضل الصلح في الإسلام، لأن الله قال: والصلح خير، فالصلح خير، لا يكون الصلح إلا خيرا. والخير مطلوب للناس، فالصلح أخبر الله أنه خير من من الاستمرار في النزاع والمشاحة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.